بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننزل فيجوال ستوديو كود على أجهزة الماك. في البداية، إيش هو الفيجوال ستوديو كود؟ هو عبارة عن محرر نصوص أنت بتضيف اللغات بدك تشتغل فيها عليه. طب إيش ميزاته؟ أول إشي إنه مجاني. الميزة الثانية، ما بيحتاج مواصفات عالية عشان تشغل هذا المحرر. والميزة الثالثة، سهل الاستخدام. وأهم ميزة، خلال تعلمك لمجال الويب كان فرونت اند أو باك اند، الفيجوال ستوديو كود راح يلبي لك كل الاحتياجات. راح تلاقي لينك التنزيل في الديسكريبشن. أول إشي راح نسويه ونكبس على داونلود ماك. مباشرة راح يبلش تحميل بشكل تلقائي، مش راح يأخذ وقت كثير. بعد التنزيل هنروح على داونلود ونسحب الفيجوال ستوديو كود إلى الابليكيشن، وهيك تم تنزيل فيجوال ستوديو كود. بعد هيك بننتقل للابليكيشن ونفتح الفيجوال ستوديو كود، نعطي صلاحيات اوبن. هيك اشتغل عندنا الفيجوال ستوديو كود 100% بشكل صحيح. اتمنى كانت افكارنا واضحة، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.